أنا ما كنعرفش لماذا السي محمد سكت على قضية مهمة جدا في سيرته الذاتية وهو الحياة السياسية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي. في السيرة الذاتية ما كتظهرش بزاف هذه العلاقة، علما بأن الرجل لعب دورا مهما جدا في الحزب، كان عليه يعطينا هذا الشيء. ربما رجع للذكاء ديال المحاور اللي ربما كان كيتفادى الأسئلة المحرجة وذات الحساسية الكبرى. أنا كنذكر في المؤتمر الاستثنائي ديال الاتحاد الاشتراكي كنا كنشوفوا تقرير الإصدار فيه القضية القطاعية. هذه القضية القطاعية اللي سبدلت بمسألة الطبقة كان كيقريها لنا الأستاذ سي محمد كسوس، وكنا احنا عندنا ذاك الدروس ديال التحليل القطاعي. وأكثر من ذلك أن في الإجازة كان عندنا البحث مشترك، يعني يكون بحث مشترك ما بين اثنين. فكان عندي البحث ديالي أنا والسي أحمد جريد الفنان المغربي والرسام المشهور حول العلاقة ما بين التحليل الطبقي والتحليل القطاعي. بمعنى آخر كنا نحاول أن نقدم نقداً للتحليل القطاعي الذي كان يفتخر به السي محمد آنذاك في ذاك الوقت. وبدلاً من أن نفاجأ بأن السي محمد سوف يغضب وغادي يقولنا شنو هاد الترهات اللي كديروا إلى آخره، كان فرحاً إلى درجة كبيرة واستقبلنا بحفاوة لا يمكنني أن أنساها طيلة حياتي، بدليل على أنه أصر على أن يشرف على أطروحتي فيما بعد. هذه من الأمور الجميلة جدا التي لم تذكر في سياق السيرة الذاتية. هذه أمور قد تدفع الناس إلى التفكير وإعادة التفكير في العلاقات الممكنة التي يمكن أن لا تقتصر على الجانب التعليمي ولكن على الجانب الأخلاقي. أنا كنقول أيضا مسألة أخرى اللي أضافتها السيرة الذاتية، لماذا لا يهتم السوسيولوجيون وعلماء الاجتماع والأنثروبولوجيا إلى آخره بالسيرة الذاتية لمفكرين آخرين؟ إحنا على قلتها، على قلتها. لماذا عدم الاهتمام بهذا الجانب الإنساني؟ لأن هذا الجانب الإنساني ليس فقط مرتبطاً بعلاقات تعليمية ومعرفية، ولكنها مرتبطة أيضاً بتفاعل أخلاقي وسلوكي قد يساهم إلى حد ما في بناء ما يسمى بالنموذج المثالي، ونحن في أمس الحاجة إلى هذه النماذج. في التراث العربي عندنا أدب المناقب، وأدب المناقب يعرفه الجميع، وأنا لا أخفيكم ولا أعلمكم شيئاً جديداً، الكل يعرف دور أدب المناقب وكيف كان الناس يتعاملون مع هذه الأمور. إذن لتصبح هذه السيرة الذاتية أيضاً عرفاً يمكن أن يكون أن يطبع بعض الإنتاجات. لا شك أن الحضور الكريم يعرف السي محمد كسوس عبر كتاباته ومداخلاته ومحاضراته، وهو ما عملت الجمعية على نشره في عمل سابق والجميع يتذكر ذلك. لكن التعرف عليه عن قرب كان مستحيلا لولا هذه السيرة التي كشفت عن جانب صغير جدا من حياة السي محمد كإنسان. وهنا بالضبط نسجل نوعا كما قلت من تكسير الجدار بين الأستاذ الحامل لمحفظته وملفاته وأقلامه حين إلقاء المحاضرات ولا شيء غير ذلك، وبين السي محمد كمسار أي كحركة في الفضاء الاجتماعي تعبر عن الاستعدادات المندمجة في ماضيه، أي كمصفوفة من التصورات والتقديرات والأفعال والمواقف. من الإيجابيات الأخرى لهذه السيرة كونها تجمع في نفس الآن بين مجرى الحياة والنجاح المهني الذي حققه الأستاذ محمد كسوس، وبالتالي كان ينتقل في سيرته بكيفية مريحة ضمن سلسلة مرتبة وخطية من التسلسلات المؤدية من البداية إلى النهاية، وقد لخصتها في ثلاثة. ومع ذلك أقولها وأرجع إلى نفس الفكرة،
وبكل احترام للمجهود المبذول من طرف المحاور، ظلت هناك جوانب عديدة وأعيدها وأكررها في منطقة مسكوت عنها، وربما كان السي محمد السوس يتحاشى الخوض في تفاصيلها، لأن العمل في كل سيرة ذاتية يكون في الغالب مزدوجاً، فمن جهة زمن التنشئة الاجتماعية التي عاشها الإنسان، ومن جهة أخرى زمن المواقف المتعايشة. هذا هو التوازن الذي كان يمكن. وفي اعتقادي أن هذه السيرة كان بوسعها أن تصبح مرجعاً أساسياً في التأريخ لحقبة سياسية مهمة من حياة حزب عتيد في المغرب. وما هي الأدوار التي قام بها السي محمد دون أن يتعرض للغبن الذي أحس به في فترات معينة من حياته، وأنا شاهد على ذلك شخصياً. لا يخامرنا الشك نهائياً في كون السي محمد في العملية التعليمية رجلاً محايداً، ولم يكترث نهائياً بالزبونية الحزبية أو التعاطف المجاني من أجل الحصول على منفعة ما، أو قال إحنا كنديروا لجر، يعني في جميع المسائل ديالو كيدير لجر. ولكن على الأقل الإشارة إلى دوره، وأنا كنقول هنا دوره، ما عرفتش أنا هذا الدور، ولكن كان ممكن للمحاور يجبدوا في صياغة العديد من المشاريع السياسية بالنسبة للفئة التي كان ينتمي إليها. إضافة لذلك وبالخصوص، ما هي الخلافات الفكرية والمعرفية بينه وبين بعض الأساتذة حول قضايا سوسيولوجية وفلسفية ذات أهمية بالغة؟ إحنا في الجيل ديالنا كان عندنا مشكل، واش سي محمد وظيفي ولا ماركسي؟ لأنه أحياناً كانت الأمور تختلط، وبالتالي كان هناك صراع. فمن منا يصنفه أنه ماركسي بالدرجة الأولى في التحليل؟ كان هدروا على التحليل باش ما نمشوش بعيد، يعني في التحليل السوسيولوجي. ومدى دور في التثقيف السياسي لأطر وكوادر الحزب، ومدى مساهمته في بعض المشاريع التنموية الخاصة غير بمدينة الرباط فقط؟ هذه الأمور كانت خاصة تظهر للعلن، لأن السيد لم يكن رجلاً بسيطاً، لم يكن رجلاً عادياً، بل كان رجلاً فوق العادة. نحن في انتظار المزيد من المعلومات في إطار السير الذاتية، ليس فقط تلك المتعلقة بسي محمد كسوس، ولكن بمفكرين آخرين امتنعوا أو لم يجدوا مجالاً كافياً يسمح لهم بالبوح بما لديهم من خواطر وانطباعات ومواقف. غايتنا من كل ذلك تجسير الفجوة بين الخلف والسلف، ومناهضة كل مصادرة للفكر الحر والمستقل، وهو المناخ اللائق لتطور الفكر السوسيولوجي وتنميته. رحم الله السي محمد، جمعنا في حياته كما جمعنا في مماته، فليرقد بسلام، إننا على العهد باقون. شكراً.